الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم، اللهم صل وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. يعني بالمناسبه كقول صدق الله العظيم، هذا القول يعني لم يؤثر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنه. عندما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ علي القرآن، فقال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غير، فقرأ عليه حتى بلغ، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال له ايه؟ حسبك، فاذا عينه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. من هنا اخذ العلماء ان القارئ يعني قول صدق الله العظيم هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم، بل يعني بعض العلماء اجاز ذلك، فقال يعني الله تبارك وتعالى قال ذلك في كتابه، قل صدق الله ومن اصدق من الله قيل، وفي ايه اخرى قل صدق الله ومن اصدق من الله حديث، فقالوا الامر فيه سعه. ولكن يعني انا ارى والله اعلم ان الافضل تركه، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم، وهم اشرف يعني هم اشرف من يتبع الصح. تمام. طيب ممكن تدعو الان، والدعاء هو يعني الان يعني واحرى ان شاء الله تبارك وتعالى للقبول والاجابه، وهو من باب التوسل الى الله تبارك وتعالى بالاعمال الصالحه. فبعد ان تقربنا الى الله عز وجل بهذا العمل المبارك وبهذه التلاوة الطيبة، تلاوة القرآن يعني بأكماله من سورة الفاتحة إلى الناس، يعني ندعو الله تبارك وتعالى، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. اتفضل ادعو وأنا أؤمن على دعائك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله لنا نورا يا رب العالمين. اللهم الأفضل أن نقول اللهم ذكرنا منه ما نسينا، لأن المؤمن لا ينسى القرآن ولكن ينسى من الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان، وذكرنا منه ما نسينا. اتفضل. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا، واجعله شاهدا لنا وقائدا لنا على الصراط يا رب، واجعله لنا أنيسا يا رب في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه أملي، ولم تنتهي إليه رغبتي، ولم تبلغه مسألتي، ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فاغصنا به يا رب العالمين. يا رب عبادك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك. اللهم إنك قد أعطيت الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. اللهم يا رب اجعلنا من اوجه من توجه اليك، ومن اقرب من تقرب واقرب من تقرب اليك، واجعلنا يا رب للمتقين اماما. اللهم عاملنا يا مولانا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما، ونسالك لسانا صادقا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. يا رب يا رب يا رب، اللهم اجزي عنا شيخي الشيخ ابو عبد الله جمال
رمضان حيدر يا رب اللهم اجزي عنا خير الجزاء. يا اللهم بارك له في ماله. يا باشمهندس نسيت اسمي. اخوكم ابو عبد الله هشام ابن جمال ابن رمضان حيدر. اتفضل. والله هذا من رهبة الدعاء يعني. من رهبة لان فاجأتك انك انت التي لان فاجأتك انك انت اللي هتدعو يعني. فخير ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل. يا رب يا رب يا رب بارك في طريقنا ابو عبد الله الشيخ هشام يا رب. امين. واجزه عنا خير الجزاء. اللهم بارك له في ماله وولده وصحته وقوته وبارك له في علمه ووسع في مدده وخلقه وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا يا رب العالمين. واحشره معنا وايانا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى هو ومن يحب يا رب العالمين. واجمعنا يا رب في مستقر رحمتك. اللهم انا نسالك يا رب يعني توبه نصوح يا رب ترضى بها عنا يا رب. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فريته ولا دينا الا قضيته. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاك الله خير يا مولانا. بارك الله لك. واياكم يا باشمهندس. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وتقبل منك. وانا ادعو الله تبارك وتعالى أن يجعل يعني هذه المتابعة لي في أثناء تلاوتك زادا إلى حسن المصير إلي وعتادا إلى يمن القدوم علي. إنه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وأن يسامحني إذا أخطأت في أثناء متابعتك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. طيب بعد هذا الدعاء أنا الآن يعني أقول أنا العبد الفقير المعترف لربه عز وجل بالعجز والتقصير الراجي يعني رحمة ربه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة هشام ابن جمال ابن رمضان حيدرة. أقول لما كان أفضل الكتب كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه وحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم وكان هو أهم العلوم علم تجويد القرآن وقراءاته لاشتماله على جميع العلوم بالدلالات الواضحات لا سيما وقد تصدى له رجال محققون وأئمة مدققون فكشفوا عن وجه اللسان ونقلوا إلينا على تحرير تام وأن أهل القرآن هم الملحوظون من الله تبارك وتعالى بعين رعايته. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أهل القرآن هم الملحوظون من الله تبارك وتعالى بعين رعايته الممنحون من الله تبارك وتعالى بعنايته لا يشقى بهم جليس ولا يظفر بهم اللعين إبليس. شاع ذكرهم في الأكوان وذكرهم الله تبارك وتعالى في محكم القرآن فقال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا القرآن. اللهم أمين يا رب العالمين. وبعد هذه المقدمة اليسيرة أقول أنني أجيزك في هذه القراءة قراءة الإمام عاصم برويه شعبة وحفص وأخبر من يسمعني أنك حضرت إلي وقرأت علي عبر سكايب عبر وسائل التواصل الحديثة قرأت على القرآن كاملا بفضل الله تبارك وتعالى من الفاتحة إلى الناس بهذه القراءة من طريق الشاطبية بالتحرير والإتقان والتجويد والإحسان وقد أتممتها بعون الله تبارك وتعالى وعنايتي وهدايتي. وأهنئك بهذه القراءة المباركة وبهذه الإجازة المباركة وأجيزك بذلك لكونك أهلا لذلك إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأصل. وأذنت لك أن تقرأ وتقرأ القرآن العظيم في أي مكان تحل وأي كثر تنزل. وفقك الله تبارك وتعالى الخير وكان الله عز وجل بالعون والعناية. وأخبرك أنني تلقيت القرآن العظيم من طريق الشاطبية والضر إفرادا وجمعا على علماء متقنين مجازين وهم يعني كثر
ومنهم شيخي وأستاذي شيخ إبراهيم النجاوي، شيخي الشيخ محمد عبد الغني المصري، شيخي فضيلة الشيخ سيد قنديل، شيخي فضيلة الشيخ أحمد محمد محمود، شيخي فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز، شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة. وأخص بذكر سند واحد لأحدهم وفضيلة الشيخ سعيد صالح، وهو عن فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد السكندري رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه، وهو كان من أعلى يعني الأسانيد في العالم رحمه الله. فمبارك عليك هذه الإجازة المباركة، وأنا يعني أجهز لك الإجازة المكتوبة إن شاء الله وأرسلها إليك تبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وفقك الله تبارك وتعالى، وما حرمنا يعني نحن ولا أنت أبدا من تلاوة القرآن الكريم والقراءة على أهل القرآن وسنة العرض التي هي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، واللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا موحصا وعن النار مخلصا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبارك عليك يا باشمهندس عمرو.